وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار. والنهاردة موضوعنا موضوع غاية في الأهمية وبيسبب مشاكل كتير لناس كتير. ياريت نسمع الفيديو مع بعض ونشوف هنقول ايه. النهاردة موضوعنا عن أداب الزيارة. يعني ايه أداب الزيارة؟ يعني لو انت رايح عند حد ايه اللي المفروض تعمله قبل ما تروح، وايه المفروض تعمله ساعة ما تروح. وفي ناس العشم بيبقى قاتلها قوي، بس اسمه عشم بغشم. يعني ايه عشم بغشم؟ يعني نروح وندب في اي وقت وندخل ونعمل، وما يعرفوش ايه هو اداب الزيارة وايه المتاعب اللي بيسببوها للناس لما بيروحوا عندهم بدون ما يستخدموا الاداب دي. تعالوا مع بعض نشوف ايه اداب الزيارة وايه المفروض اعمله وانا رايح عند حد، ويا بخت من زار وخفف. اقول لكم اول حاجة، لو انت رايحة عند حد او انت حضرتك رايح عند حد مش معزوم، خلينا نبقى واضحين، احنا مش معزومين بس عايزين نروح عند الشخص ده، اول حاجة واهم حاجة تتصل. الاتصال قبلها، ما روحش كده فجأة والله اعلم بالناس ظروفها ايه احوالها ايه، وما تقوليش ده انا داخل بيت اخويا، ده انا راحة بيت اختي. ما هو اختك دي هي اختك في بيت ابوكي، لكن طالما بقالها شقة لوحدها وحياة لوحدها عندها راجل وعندها اولاد، فانت مش ضامنة ظروف الناس اللي معاها. اختك روحي على عيننا على راسنا شوفيها في اي وضع وفي اي حالة، لكن ساعات بتبقى هي مثلا شدة هي وجوزها، متخانقة هي وعيالها، نفسيتها تعبانة مش قادرة تتكلم مع حد اصلا. ففي الوقت ده انا مش ضامن ظروف البيت اللي انا داخله ايا كانت درجة القرابة، فالمفروض ان انا اتصل اول حاجة. تاني حاجة الاتصال بوقت كافي. الاتصال قبل الزيارة بوقت كافي. يعني ايه بوقت كافي؟ يعني ما تجليش وانت تحت العمارة وتقولي انا تحت. ماشي انت تحت وعلى عيننا على راسنا، والظروف حكمت عليك او عليكي. طبعا يعني احنا مش هنبقى جلادين، وحد مثلا لا قدر الله تعبان، حد عنده ظروف قصوى، ونيجي نقول لا ما تطلعش. لا طبعا دي حالات نادرة وحالات خاصة. لكن لو انت يلا معدي بتشرب عصير، ولا انت بتشربي عصير وهوب انا طالعة عند فلانة، طب انت لا اتصلتي بوقت كافي. افترض ان فلانة دي كانت تعبانة النهاردة مش مروقة شقتها، افترض ان فلانة دي النهاردة مثلا عندها ترويق او عندها حاجات كتير ومش فاضية تقعد مع حد، متخانقة هي واهل بيتها ونفسيتها على اخرها ومش عايزة حد يشوفها في الوضع ده، هل ده يعني مبرر ان انا اطلع فجأة؟ طبعا لا، يعني ما ينفعش. فيبقى اول حاجة قلناها الاتصال قبل الزيارة، تاني حاجة الاتصال قبلها بوقت كافي. افترض ان انا ما عنديش اكل وانا عايزة احط لك اكل، الحق اجهز الاكل او انزل اشتري. افترض ان انا قاعدة بملابس مثلا احنا في صيف، الحق اغير هدومي. مثلا الريسبشن مش مروقاه او كنا قاعدين فيه والدنيا مدربكة، فمحتاجة على الاقل نص ساعة عشان اعرف اعدل الدنيا عشان استقبل الضيف ده او الضيفة دي. تالت حاجة ان انا لما اروح، من ضمن اداب الزيارة اقول لك حاجة، في ناس بتحب تاخد حاجات معاها وهي طالعة عند حد، يعني لا ما اطلعش بايدي فاضية، وازاي طبعا معاك الف حق، بس ياريت اختيار الشيء اللي انت طالع بيه يكون شيء مفيد، ما يكونش شيء اللي هو تصرف وتكلف وفي الاخر نبص نلاقي الحاجة دي مش هيستفيد بيها صاحب البيت اللي انت رايح له. يعني مثلا انا رايح عند حد قريب مني، ممكن اخد اي حاجات من لوازم تموين البيت، الحاجات دي مهمة. لكن هتاخد حضرتك مثلا شوكولاتة جاتوه، اقول لسعادتك حاجة، ده مش غلط طبعا، بس على حسب نوعية البيت اللي انت داخله، وعلى حسب نوعية احتياجاته وعلى حسب نوعية وعيه. يعني كل بيت بيفرح بحاجة معينة. في بيت لو خدت له جاتوه ب 300 جنيه
بالنسبة له مش هيستفيد بيه، انت بتحمله اعباء وواجبات لكن هو مش هيستفيد بيه. وفي بيت لو خدت له رز ومكرونة وسمنة والحاجات بتاعتنا بتاعت الناس الشعبية دي، يقولك هو انا يعني بيتي ناقص تموين. فالتمييز هنا حلو، ان انت تختار نوع الزيارة اللي انت هتجيبها بحيث ان هي تناسب البيت واحتياجاته، تناسب البيت واحتياجاته. يبقى نراجعهم مع بعض تاني، الاتصال قبل الزيارة، 2 الاتصال قبل الزيارة بوقت كافي يعني تديهم وقتهم، 3 اختيار نوع الهدية على حسب نوع البيت اللي انت دخله، 4 حاجة ان وانت طالع طبعا دايما تقعد في كرسي بعيد عن الكراسي اللي تجرح الشقة، يعني ما تقعدليش في كرسي قدام باب المطبخ، او ما تقعدليش في كرسي يكون قدام الطرقة للي رايح واللي جاي، اقعد في كرسي بعيد ما يكونش جارح الشقة علشان الناس اللي في الشقة تتحرك براحتها، علشان صاحب الشقة يجوز عنده ظروف مش يعني مش محتاج ان انت تشوفها، يبقى هو من باب الذوق ان انا بقعد على كرسي جنب باب الشقة ما يكونش كاشف الشقة كلها وما يجرحش اللي موجودين في الشقة. ده برضو من ضمن اداب الزيارة. احنا قلنا كده 4 حاجات. 5 حاجة ما تكونش كتير الكلام، يعني انت رايح تزور حد اتكلم، بس لازم تديله فرصة ان هو كمان يتكلم عن نفسه. بلاش الاسئلة المحرجة في الخصوصيات، سيبه هو يتكلم معاك او هي تتكلم معاكي. بلاش نقتحم على صاحب الشقة الكلام ونخليه يتضايق من زيارتنا، الا اذا هو طلب يفضفض معاك، طلب يتكلم معاك، في الوقت ده نقدر نقول انه هو اللي طلب فعادي نتكلم براحتنا وناخد وندي مع بعض، لكن ما طلبش لا، يبقى خلاص كده مش هينفع ان انا اتطفل عليه. سابع حاجة في اداب الزيارة، يا بخت من زار وخفف. يعني ايه يا بخت من زار وخفف؟ يعني سعادتك رايح دلوقتي عند حد ظروفه هي اللي بتحكم عليك المدة اللي هتقعدها قد ايه، مش انت اللي هتحدد المدة اللي انت هتقعدها. يعني ساعات نبقى رايحين مكان متخيلين ان احنا هنقعد بالساعتين وبالثلاثة، ونلاقي ظروف اهل البيت متضايقين مخنوقين، بيوجبوا معانا وكل حاجة، لكن ملاحظ ان هو دي مش طبيعتهم، فبنستأذن ونتحجج ان احنا ورانا مشوار او عندنا مواعيد او اي حاجة، بحيث ان احنا ما نتقلش على صاحب البيت. وساعات تاني بنروح متخيلين ان احنا يا دوب هنشرب فنجان القهوة وهنمشي، نلاقي صاحب البيت محتاج لوجودنا ومرحب جدا، ولا لازم تقعدوا، طب والله لا تقعدوا هنعمل حاجات حلوة، طب في فيلم جميل هنتفرج مع بعض، او الماتش الفلاني هيشتغل فاقعد نتابع مع بعض. فبتلاقي ان انت اتجريت في القعدة لان صاحب البيت مرحب بيك. فوقت الزيارة اللي بيحددوا ظروف اهل البيت وطريقة معاملتهم معاك، خليك لماح او خليكي لماحة وانت راح عند حد وعرفي هتقعدي قد ايه، ما تطولوش. يبقى نقولهم تاني اداب الزيارة، قلنا اول حاجة ايه؟ الاتصال. تاني حاجة الاتصال بوقت كافي. تالت حاجة اختيار الهدية اللي انت طالع بيها على حسب نوع البيت اللي انت هتقعد فيه. رابع حاجة المكان اللي هتقعد فيه مكان ما يكونش مجرح للشقة. خامس حاجة الوقت اللي هتقعده بيتحدد بناء على الناس اللي موجودين في الشقة او في المكان اللي انت رايحه. سادس حاجة ما تتكلمش كتير عن نفسك، سيبهم هما يتكلموا عن نفسهم. من ضمن كمان اداب الزيارة ان انت اللي يتحط لك تقول عليه شكرا، ما تنتقدش اللي يتحط لك، هو ايه دوت، لا الشاي ده ناقص سكر، لا القهوة مش بوش، لا معلش انت مش قاعد في كافيه، وحتى لو قاعد في كافيه يعني، بس يعني اللي بيقعد في كافيه بيقولك بفلوسي، انا قاعد بفلوسي فالحاجة اللي ما تعجبنيش ما خدهاش، لكن انت داخل بيت وفي ناس بتتعب علشان تقدم لك حاجتك،
فمن فضلك خلي فيه شوية ذوق، وما تقعدش تعيب على الحاجة اللي الناس عاملاها، وما تقعدش تعمل كده، اللي يتحط لك تقول شكرا. من باب احترام ست البيت او الناس اللي عملت لك الحاجة دي، ثالث حاجة. تاني حاجة، ان ما ينفعش يتحط لك حاجة وما تشربهاش، او ما ينفعش يتحط لك حاجة وما تدقش جزء منها على الاقل. ليه؟ لان انت سعادتك بتروح عند ناس، الناس دي ممكن تفتكرك ان انت قرفان منهم وبتحبش تاكل حاجة عندهم. طبعا ما بقولش في ايام الكورونا، ايام الكورونا لا حد بياكل عند حد ولا حد بيشرب عند حد، لكن الفكرة في الطبيعي ان انت لما يتحط لك حاجة لازم تدوق منها علشان اصحاب البيت ما يزعلوش ويتضايقوا. كمان من ضمن اداب الزيارة ان دايما الصوت يبقى واطي، يعني انا اراعي ان انا قاعد في شقة انا وصاحبي على القهوة حاجة، وانا في بيت ناس حاجة تاني. التون بتاع الصوت لازم يبقى واطي، الكلام لازم يكون مهذب، صوتك ما يعلاش بحيث ان هو يدخل لجوه الناس اللي موجودة. حتى لو انت رايح عند واحد صاحبك، المفروض ان انت يعني يبقى فيه سنس في الكلام وفي اداب للحديث، هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. فناخد بالنا يا جماعة، اداب الزيارة كتير جدا، والزيارة دي مش شيء سهل. انت ما تعرفش اصحاب البيت لما بيكونوا مش عازمينك او مش عازمين حد، وحضرتك رايح لهم على فجأة، ده بيأثر ازاي في بيوتنا. فاداء لو في اداب زيارة، الناس هترحب بيك وهتشيلك على دماغها من فوق. متعودتش على اداب الزيارة، هتبقى ضيف تقيل وسمج، والناس مش هتتمنى وجودك. لكن لو حضرتك او حضرتك التزمتي بالكلام اللي انا بقوله، هتبص تلاقي وجودك مرغوب فيه، والناس دايما تتلهف على وجودك ما بينهم، طالما التزمتي باداب الزيارة. على سبيل المثال، انا كنت عندي ناس، انا مثلا عندي طفل صغير وطول الليل مسهرني، وانا طبعا قاعده بيه، فبقوم متاخر. بالطبيعي ان انا اقوم متاخر، اقوم الساعه 1، لان نايمه الساعه مثلا 7 الصبح 6 الصبح. وفاجئ ان وانا قايمه من على السرير، جارتي دي تخبط وكوبايه الشاي في ايديها، هي خلاص عامله شايها وجايه. الست مش هتكلفني حاجه، لكن جايه وهتشرب الشاي، ده معناه ان هي اللي محدده مسبقا هتقعد قد ايه. ودي كانت مصيبه سودة، انا لسه صاحيه من النوم ما غسلتش وشي، ممكن تيجي وانا بعمل الغدا، جوزي خلاص على وشك المجاي، وهي داخله بفنجان القهوه في ايدها او كوبايه الشاي. طب كوبايه الشاي اذا انت محدده ان انت داخله تقعدي، هل انت استاذنتيني؟ هل حضرتك شفتيني انا عندي وقت؟ هل هقعد ولا لا؟ احيانا كان بيبقى غصب عني، بدخل المطبخ واسيبها واقول لها هدخل مثلا اعمل لنفسي كوبايه شاي، وبدخل اخرط بصل ومثلا اسبك، بحس ان جوزي قدامه ساعه ساعه ونص وجاي، عندي حاطه غسيل عايزه احطها. يعني اللي معاها طفل صغير دي بتبقى عندها حاجات كتير مؤجله مش بتعرف تعملها، فبالتالي لما انت تيجي مسبقا محدده انت هتقعدي دلوقتي في التوقيت ده، وتحددي الوقت اللي هتقعديه قد ايه، انت بتضغطي عليا وبتعملي لود عليا وعلى اعصابي. وطبعا عشان اسيبك يبقى ده كمان لود عليا اكتر، لاني اتعودت ان لما يكون عندي ضيف لازم ارحب بيه كويس. انما عندي حد في شقتي ومش عارفه اقعد معاه وما عنديش الوقت الكافي ان انا اقعد معاه، دي كارثه بالنسبه لي. انا لازم لما يكون عندي حد يكون شقتي نظيفة، مجهزة الواجب اللي هيتقدم للضيف، نفسيتي تكون مؤهلة ان انا اقدر اقعد معاه. حاجات كتير جدا مفروض صاحب البيت اللي انت رايح له يكون مؤهل ليها، علشان تبقى زيارة خفيفة ولطيفة. انما الزيارات المفاجأة، زوار نص الليل، زوار كوباية الشاي، لا، صعب صعب.
يعني البني آدم في مثل بيقول اللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة، والمقصود بعنده دم مش اللون الأحمر، اللي عنده إحساس بمعنى أصح يعني. ياريت كلنا نلتزم بأداب الزيارة، لو التزمنا بأداب الزيارة هنريح وهنستريح. كل الناس هتلاقي ان بتراعي شعور بعضها، محدش بيكتم على نفس حد بمعنى اصح، فبالتالي الدنيا بتبقى ظريفة ولطيفة والناس بتتمنى القعدة مع بعض. طبعا يا جماعة الدنيا بنفسها، انا مش ضد ده نهائي، واللي عايزة اقول لكم ان انا بحب التجمعات جدا وبحب الناس جدا، لكن هو عنصر المفاجأة ده هو اللي صعب شوية. ساعات بتبقي نايمة متأخر، ساعات بتبقي مصدعة، ساعات بتبقي تعبانة، فاستقبال حد بالنسبة لك بيبقى شيء فوق الطاقة. لكن لما تكوني عازمة حد، مش عايزة اقولك، لما مثلا بيبقى عندي عزومة بقعد قبلها بثلاث ايام انقي اختار نوع الاكل اللي انا هقدمه، نوع المشاريب اللي انا هقدمها، بروق الشقة بحيث ان اللي جاي عندي جاي يقعد يستجم، يقعد في اوضه نظيفه، يدخل حمام يلاقيه نظيف، يشعر بان هو فعلا قاعد مرتاح عندي 24 قيراط. لكن لما يجي لي حد الظروف حكمت ان حد طالع تعبان، انا تعبت فجأة، خلاص دي ظروف خارجة عن الإرادة، مش هنتكلم فيه. فربنا يصلح حال الناس كلها، وأداب